لبس الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. لبس الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك حيا إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك. هذه فقرة أخرى من دعاء الإمام السجاد صلى الله وسلم عليه الموسوم بدعاء مكارم الأخلاق. الإمام عليه الصلاة والسلام كما تقدم في هذا الدعاء وفي بعض آخر من أدعيته الكريمة يفتتح الفقرات بالصلاة على محمد وآل محمد. قد ورد في سبيل الروايات أو أكثر من الاستفاضة أسباب إجابة الله تعالى الدعاء، إجابة الله تعالى عبده في دعائه، أن يبتدئ قبل الدعاء قبل ما يطلب من الله الصلاة على محمد وآل محمد. بعد ذلك الإمام عليه السلام هكذا يسأل: واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت. لاحظوا معنى واضح خصوصا للعلماء الأفاضل. وما من دابة إلا على الله رزقها، رزق الإنسان من الله سبحانه وتعالى في تمام عمره. هذا الرزق قد يكون موسع، قد يكون مضيق. إلهي، في الوقت الذي كبر الإنسان في الكبر القوى تضعف، العين تضعف، الرجل تضعف، اليد تضعف، البدن يضعف، يكون الإنسان ضعيفا عادة. مما يكون فيها ضعيفا يكون ضعيفا عن تحصيل رزق، ما يقدر بسرعة يقوم، بسرعة يروح، بسرعة يطلع، بسرعة يشتري كل ما يريد يسوي، ما يقدر. إلهي، هذا الرزق الذي جعلته لي أوسعه وجعله في حال الكبر. الإنسان غالباً في حال الكبر يحتاج إلى أعوان،
يعينوك في أمورك. إذا الرزق واسع الحاجة إلى الأعوان أقل تكون، وبمقدار ضيق الرزق تكون الحاجة إلى الأعوان أكبر. وليس كل إنسان بالكبر يملك من الشخصية أو من الأصدقاء الأوفياء أو من الأقرباء الأوفياء. غالبا الإنسان لا يملكون، ناس لا يملكون في كبرهم من الأصدقاء والأقرباء من يقومون بتمام الشؤون. إلهي اجعل أوسع الرزق في حال الكبر، في حال الشباب، في حال القوة، في حال النشاط، في حال الكبر أكثر يحتاج إلى الآخرين. إلهي في هذه الحال اجعل أوسع الرزق في هذه الحال. استفد بحث أكو في الرزق اللي ما أريد أدخله، وأنتم أهل العلم أهل الفضل، بالمعنى الأعم الرزق، بالمعنى الأخص الرزق. بعيد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، منهم صدرت هذه المعاني إلى الناس، ومنهم تعلم الناس أن يكون بالمعنى الأعم الرزق المادي، الرزق المعنوي، بما في الكلمتين من سعة. ثم هنا ملاحظة، وهي أنه اللهم واجعل أوسع رزقك، مو رزقي، وأقوى قوتك، مو قوتي، وإن كان كلاهما واقع وصحيح. الرزق يصدر عن الله تعالى ويصير إلى العبد. القوة تصدر من الله، نعمة من الله، وتكون للعبد. فيصح أن يقال رزقك إلهي، ويصح أن يقال رزقي، يصح أن يقال قوتك يعني القوة التي أنت منحتنيها، ويصح أن يقال قوتي. وفي بعض الأدعية أكو أيضا رزقي قوتي أكو في الأدعية. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول واجعل أوسع رزقك مو رزقي. اللي أنا أستفيد من هذه الكلمة أن هناك ملاحظتان: ملاحظة شكر في نفس الدعاء. فالواحد يروح، فرضوا العبد يروح إلى مولاه، هذا المولى ينطي حصة من الرزق، من الأكل، من اللباس، من المسكن، الأموال. يقول للمولى هاي حصتي من رزقي، دز مع فلان وانطيني ميدي أو كذا. قد يكون يقول للمولى العبد، يقول رزقك اعطي بيدي. هذا في نفس وقت الدعاء، في نفس الوقت شكر، لأن هذا الرزق صادر منك. هاي فد ملاحظة أنه أشرب معنى الشكر، هكذا أنا أستفيد، طعم معنى الشكر. أوسع رزقي الصادر منك. أصلاً ما يقول الإمام رزقي، يقول رزقك. وإن كان الإمام لا يطلب غير رزق نفسه، يعني كل
الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى لا يدعو رزق الآخرين لنفسه، يدعو رزق نفسه، ولكن نسبة هذا الرزق إلى الله باعتبار صدوره من الله بيان شكر لهذا الرزق. في الكتب الأدبية يكون أحيانا لفظ يشرب معنى لفظ آخر فيكون له بعض خواص كلا اللفظين، كلا لهذا اللفظ يكون له بعض خواص كلا المعنيين. هاي فد ملاحظة. ملاحظة أخرى، إلهي أنت تمنح عبادك الرزق، هذا الرزق الذي يصدر منك للملايين للمليارات لملايين المليارات من البشر لمليارات المليارات من شتى مخلوقاتك من البشر والجن والملك والحيوانات وكل من كل ما هو مخلوق من ذي روح وغير ذي روح، رزقك هذا رزق الله فد شيء واسع يسع بعدد مخلوقات الله، بعدد مخلوقات الله، بعدد ما خلق الله من إنسان وحيوان وشجر وحجر وسماء وأرض وجمادات وكل شيء وجنة ونار وكل شيء. إلهي هذا الرزق الواسع منك لجميع مخلوقاتك اجعل أوسع هذا في وقتك برسل رزقك. الرزق مصدر يقولون المضاف يتسع ويضيق بسعة المضاف إليه وضيق المضاف إليه. إذا في المكان أكو 10 دراهم، واحد قال أخذت أضاف الأخذ إلى بعض هذه الدراهم، هذا له درهم يأخذ مناسبة. أما إذا واحد يروح على ماء البحر ويغرز إبرة في البحر ويطلع الإبرة، هذه الإبرة تحمل ذرات من الماء، يقدر يعني عادة يقال يصح بالحمل الشائع على الإصطلاح أن يقول قسم من ماء البحر أنا أخذته، وإن كان بالدقة العقلية صحيح لأن هاي الذرات كانت ضمن البحر الآن صعدت، هذا التبخير اللي يصير يصعد. فعندما يضاف الرزق إلى الإنسان نفسه هذا رزقه، أما إذا أضيف الرزق إلى الله سبحانه وتعالى رزق الله بعدد مخلوقات الله من الأولين والآخرين والسابق واللاحق وقبل هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا وفي السماوات وفي الأراضين وفيما نعلم وفيما لا نعلم وفيما لم نعلم وفيما لن نعلم، من كل شيء من مخلوقات الله الله سبحانه وتعالى أطلع عباده عليه. إذا صال رزقك يعني الإمام عليه الصلاة والسلام، فالدعاء في مستوى الإمام دعاء واسع ديوة يدعو، ونحن نتعلم هكذا من أوسع رزقك علي إذا كبرت. فالنقطة أخرى هنا أكون أكيد هذه الكلمات كلها نقاط المقدار اللي الإنسان يبدو له ويستوعب. رزقك علي ليش مو إلي؟ ليش مو رزقي منك؟ هاي علي
هاي الكلمة معناها التصاغر، الإقرار بالصغر والضعف من هذا الجانب، والإقرار بالعلو والقوة من ذلك الجانب، كأن هذا شيء يصدر من فوق ويصب على الإنسان. مثلا الإنسان إذا فت شلال ما يأكل يروح يوقف تحت هذا الماء، يقول هذا الشلال جرى علي. أما عندما إذا يروح يفت حوض ماء في نهر ماء ما يقول النهر جرى علي، ليش؟ لأن هو من فوق نزل من الماء. قال علي في هذا، فيستفاد منه هذه النقطة أنه إلهي أنت العالي وما يصدر منك يصدر من عالي ومن علو، وأنا النازل، أنا المحتاج، أنا الذي إذا لم يصدر من العالي إلي شيء لا أملك. اجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت. نصبت يعني تعبت. النصب التعب قد يكون التعب الناتج من الكبر. الإنسان عند كبر السن يتعب، يكون تعب، وقد يكون من غير الكبر، قد يكون من المشكلات أعصابه تتحطم، قد يكون من الفقر فقير وعزة نفس، حتى أحيانا مو مستعد يقترض من فد واحد حتى لا يعرف أنه محتاج. هذا النصب، أحيانا بعض المتاعب حتى لبعض الشباب يكون أشد من بعض المتاعب للشياب للكبار السن. النصب أعم، النصب تعب شامل للجميع. المهم بالإنسان قوة الروح، الروح إذا صار قويا، الروح إذا صار قويا الإنسان لا يحس بالنصب، لا يحس بالتعب. التعب يحصل للإنسان عند ضعف الروح. هذه في الماديات موجود هذا الشيء، في المعنويات هم موجود. لاحظوا الإنسان قد يكون مرهق، ساعات طويلة ما نايم، الآن يريد ينام. الإنسان كان ساعات طويلة ما نايم مرهق، الآن في أشد الجوع ما له طول يأكل شيء، لو أي شغل عنده ما يسوي، وبحاجة إلى استراحة يريد ينام. في هذا الوقت إذا طرق باب داره ودخل عليه عزيز من أحزانه، سنوات ما شايفه، هذا النوم كله يروح عنه، يجي يقعد وياه خمس ساعات. هذا شيء مو مرهق، ليش؟ يحتاج إلى نوم، ليش يحتاج إلى؟ ولكن الروح تهوى هذه الجلسة، الروح تهوى هذا الشخص، هذا الصديق اللي عزيزه يحبه يريده، ولذا ما يحس بتعب، ما يحس بنصب. نفس الشيء في المعنويات، نفس الشيء في الروحانيات. الواحد من الحجاج
نقل السند في منى صار حريق، حريق عظيم قبل 20 سنة أكثر. قال أنا كنت في الخيمة في منى وبجوارنا في خيمة أخرى ناس آخرين كانوا، قال من جملة امرأة عجوز كانت، هاي من كانت قاعدة من تريد تقوم تمشي اثنين يلزموها، اثنتين من النساء يلزموها ويقوموها، هسه اما وجع رجل عندها او وجع ظهر عندها او كبر سن. يقول هاي كانت مشهودة عندنا، من تدخل الخيمة تخرج من الخيمة نشوف مكرر شايف، وجارنا في الخيمة كانت. يقول من صار الحريق، ذلك الحريق المهول العجيب نعوذ بالله، كل الناس فروا بعد ما حد بحاله. يقول انا هم زمت، شو ردت؟ كيف بدي اركض؟ كيف اصعد من الجبل؟ يقول في اثناء صعودي من الجبل فد مره اجى ببالي ذيك المراه اللي كانت في الخيمه المجاوره لنا. قلت اكيد هاي ظلت، يعني الناس يشردون يمدون بارواحهم، اكيد هاي ظلت احترقت راحت. يقول بمجرد ما بدر الى ذهني انا شفتها هي وحدها، هذا تعبيره هو، قدامي مثل الغزال تصعد من الجبل، هاي اللي كانت تحتاج الى شخصين من قاعد يقومها. هاي مو انه كانت تدلل سابقا على الناس، لا، وجعه مريضه، ولكن من الخوف يجي، خوف الحريق يجي، الإنسان ينشط. من الممكن هذا النشاط يؤثر في المستقبل على بعض أجزاء بدنه، من الممكن، أما الآن ينشط. القوة قوة الروح، أقوى قوتك فيا، أقوى القوة التي جعلتها إلهي فيا، هذا الأقوى القوة خليها في وقت النصب. إذا نصبت، إذا حصل التعب سواء من كبر السن أو العياذ بالله من المرض أو من الفقر أو من المشكلات، أقوى قوتك فيا، اجعل أقوى القوة في حال النصر. إلهي أنت امنحني قوة حتى هذا النصر، هذا التعب أستطيع أن أقابله برحابة صدري، بالنفس منشرحة. أكو فد حديث صحيح، صحيحة عبد الله بن مسكان، إن الروايات الصحيحة السند، الشيخ الكليني في الكافي ينقل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام الصادق يذكر عدد من خواص المؤمن، بعض خواص المؤمن الصعبة جدا، وبعض علامات الإيمان الصعبة جدا يذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام. إذا كانت قوة في الروح هذه الخصال تسفل على الإنسان، إذا ما كانت قوة في الروح لا، مو ممكن أصلاً، مو أنه نفي الإمكان العقلي، نفي الإمكان العالي. الإنسان لازم يحاول يحصل تلك القوة، قوة الروح يحصل من الله سبحانه. الحديث يقول، حديث خصال متعددة في هذا الحديث، الإمام الصادق عليه السلام يقول هذه الجملة شاهد بحثنا، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره. تداكت يعني تكاسرت، يعني دقت مصيبة على مصيبة، يعني هالمصيبة ما رايحة بعدها،
وجتنا مصيبة أخرى. قبل هذه الجملة الإمام عليه السلام يذكر النوائب: إنابت نائبة صبر لها. هذا تدريج. نوائب نائبة. المشكلة في الحياة الدنيا لي ولكم، للإنسان، للمؤمن، لغير المؤمن، للعالم، للجاهل، للرجل، للمرأة، للشاب، للكبير، للفقير، للغني، المشكلة ماكو شارع. الدنيا دار ابتلاء، دار بالبلاء محفوفة. فالنوائب والنائبة قال باعتبار أنه ما تمر على الإنسان مشكلة إلا وتنوبها مشكلة أخرى. الإنسان لا يخلو من مشكلة، عنده مشكلة، نعوذ بالله، فقرة، عمل، تعب، اشتغل، اقترى، اكتسب، تاجر، سافر، دعا، توسل، هذه المشكلة زالت، الفقر راح، صار غني، خلاص تنوبها مشكلة المرض. النوب يجي المرض، مرض راح، يجي عدو، ولا عدو راح، يجي مشكلة عائلية، مشكلة عائلية راحت، مشكلة سياسية، مشكلة سياسية راحت، مشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية راحت، مشكلة نفسية تجي. النابت نائبة، يعني من مشكلة راحت، تنفس، باكر شاف مشكلة أخرى بجد مكان، صبر لها. هسه إذا مو نائبة كان المشكلة الأولى ما رايحة، الثانية ثانية ما رايحة، الثالثة. وإن تداكت عليها المصائب، منا في المشكلة، منا في المشكلة، مشكلة سياسية، مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية، مشكلة عائلية. وإن تداكت عليها المصائب ولم تكسر، شلون لم تكسر؟ شلون تكسر المصائب؟ إذا إعداد أكو سابق، إذا ترويض للنفس مسبق أكو، لا ما تكسر. بقدر ما أكو استعدان ما تكسر المصائب. لاحظوا، أحيانا عودة واحدة، خشبة واحدة، من السهل كسر هذه الخشبة. أما إذا هذه العودة طليت بالدبن، ثم طليت بالقار، ثم طليت بالكذا، ثم شدت هذه العودة بالشكل، هذا ما يمكن كسره، مو سهل. أما بدون هذه المقدمات، بدون هذه الأمور المكتنفة بهذه العودة، سهل كسر. مثال المعروف 12 عودة، واحد يكسرها كلها. أما هاي 12 عودة إذا كانت مع بعض، 12 قصبة كانت مع بعض ومشدودة، 12 واحد مع بعض ما يقدرون يكسرها. ليش؟ هي نفس العود، لأنها قوية. قوة كل شيء بما يناسب. قوة الإنسان بشيء، مو بالنظر القوي، مو باللسان القوي، مو بالعضلات القوية، مو بالجسم القوي، بالروح القوي. الإنسان إذا روحه قوية بنسبة قوة الروح يكون إنابة ونائبة صبرا، ما يجزع، ما يذوب، ما يتحطم. وإن أكثر من هذا، مو نابة ونائبة، الأولى ما رايحة، ثانية أجل، ثانية ما رايحة، ثانية تداكت عليه المصائب لم تكسر.
هذه أيامه كان شعبان كرم، ونحن نستقبل ميلاد الإمام الحسين صلوات الله عليه. والإمام الحسين صلوات الله عليه أفراحه أحزان بالخصوص. ليلة الزواج أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله عليه وعلى الإمام جبرائيل أجب قرن صالح. يوم ولادة الإمام الحسين جبرائيل أجب قرن صالح. ما يخالف أكثر هذا الشيء حتى نستفيد. هؤلاء أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لازم نتعلم منهم، نكتسب منهم بالدعاء وبالتوسل وبالعمل أيضا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء وسعي. سامعين قارئين شايفين الكتب عن ابن الحرشة عن الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول: ما رأيت مكثورا قط قد قتل أهله كذا أربط جأشا منه. يعني الإمام الحسين في رواية أخرى، الإمام الحسين صلوات الله عليه في آخر ساعات يوم عاشوراء كان كإنسان عادي من جهة النفسية، من جهة الأضلاع، من جهة الروح، من جهة الأعصاب، من جهة التكلم. على قوة المصائب ما تغير الإنسان. نحن لا نصل إلى ذلك المستوى، مو ممكن، أما يمكن أن نتدرج. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. إذا ماكو اقتداء ماكو معنى للإمامة. الإمامة والمأمومية متضاربتان مثل الفوق والتحت. صحيح يطلق فوق بدون وجود تحت، صحيح. صحيح يطلق تحت بدون وجود فوق، متضاربتان. الإمامة والمأمومية هكذا، إمام وماكو مأموم. إمام من؟ مأموم. وماكو إمام، مأموم لمن؟ ألا وإن لكل مأموم إذا أنا وأنتم كل واحد منا مأموم لمن؟ إمامنا من؟ أولى أئمتنا عليه الصلاة والسلام. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. ربط الجأش يعني الإنسان روحه تكون روح قوية، المشكلات لا تحرفه عما كان يعتقد وعما كان يقول وعما كان يؤمن. هذا بسهولة ما يحصل، هذا مو باللسان والقراءة والتعلم والقول. أما من الممكن تحصيله الروح القوية إذا كانت الإنسان عند المصائب، إذا تداكت عليه المصائب لن تكسر، ما ينكسر. ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان بالنسبة إلى الأحداث مستسلم، لا، ليس معنى ذلك الاستسلام. معنى ذلك أنه إذا أنا سألت غيري، إذا غيري راجعني وسألني عن مشكلته ماذا أنصحه؟ نفس النصيحة أحاول أعمله لنفسي. الواحد فقير في حال الفقر سألني ايش اسوي؟ انا شنو انطي من وصفه؟ شنو عندي من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام؟ شنو عندي من القران الكريم؟ شنو عندي من رسول الله صلى الله عليه واله، من الائمه الاطهار، من فاطمه الزهراء صلوات الله عليهم اجمعين؟ نفس الشيء تكون الروح قويه حتى نفس الشيء الانسان يقدر يطبقه على نفسه. هذا دعاءه: أوسع رزقك علي إذا كبر. بحاجة إلى عمل، على اصطلاح العلماء مقدمات الوجود. الإنسان هو يهيئ مقدمات الوجود. وأقوى قوتك في إذا نصبت. عند ما كان الإنسان نصبا تعبا تكون أقوى القوة حتى
التعب والقوة يقابل هذا النصب، لا يخلي النصب والتعب يخرجه عن دوره، يخرجه عن الدور الذي كان يقول والدور الذي يعتقد ذلك هذا بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى التصميم، بحاجة إلى محاسبة النفس كل يوم. الإنسان كل يوم يتذكر هذا الشيء ويخاطب به نفسه، وبالنتيجة يوفق لمحاسبة النفس كل يوم. يسوى ليس من نام الذي يحاسب نفسه، والإنسان هو يحاسب نفسه، هو يحكم لنفسه وعلى نفسه بين نفسه وبين ربه. وهذا شهر شعبان وبعده شهر رمضان، وانتهينا أو ننتهي من شهر رجب، قال الأشهر الفضيلة، أشهر الفاضل. وأدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر والشهر الآتي عديدة. الإنسان يحاول لتقوية نفسه، للسعي الذي يملكه ويمكنه من باب ليس للإنسان إلا ما سعى. لأجل هذا السعي يومي فن واحد من هذه الأدعية، إذا مختصر إلى مطول قسم من دعاء بتأمل يقرأ ويحاول يطبق على نفسه الجمل اللي يقرأه ويفهم. إحنا طلاب العلوم الدينية النتيجة نفهم معنى الدعاء، إذا هم لم نفهم بعض الشيء من معنى الدعاء الإنسان يمكنه أن يستعين بآخرين، يستعين بكتب، يستعين بلغة، يستعين بشروع. يوميا يصمم على أن يقرأ واحد من هذه الأدعية أو قسم من دعاء ويحاول هذا المعنى يطبقه على نفسه. باكر دعاء آخر بعد دعاء آخر، في الليالي أربع أدعية، في النهار أربع أدعية، في شهر شعبان، في شهر رمضان، وهذا شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غدا شرعا يكون أول شهر شعبان، ما أدري غدا أول شهر شعبان شرعا أو آخر شهر رجب، على كل إما غد أو بعد غد. الرواية المعروفة المذكورة في كتب الأدعية شجرة طوبى والمتمسكين بها، وشجرة الزقوم والمتمسكين بها. حديث الإمام العسكري صلوات الله عليه في التفسير عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن في أول يوم من شعبان، هذا الحديث اللي شاف فيه لا بأس مرة ثانية الليلة تراجعوا حتى الإنسان يستعيد ذكرياته، حتى ذكرياته من الحديث، حتى تصمم على العمل به غدا أو بعد غد، أو إذا شك صار في كلا اليومين المسألة. شجرة طوبى شجرة أهل البيت، أعظم شجرة في الجنة، أحسن شجرة في الجنة. هذه الشجرة تدلي بأغصانها في الدنيا أول يوم شعبان. وكل من عمل شيئا من الخير يتعلق بغصن من هذه الشجرة. واحد يدرس، واحد يدرس، واحد ينطلق فقير، واحد يطعم، واحد يصوم، واحد يحسن الخلق، واحد يعفو عن شخص بينهما نزاع زعل، واحد كذا يسوي أعمال الخير. اللي قسم من هذه الأعمال موجودة مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة كل عمل يتعلق بغصن، إذا عملين خير سوى يتعلق بغصنين، إذا ثلاثة بثلاثة أغصان، إذا أربعة بأربعة أغصان. ثم لما تغرب الشمس هذه الشجرة ترجع إلى الجنة بالذين مع الذين تعلقوا بها، يعني هذول يكون فاتحة توفيقهم في الدنيا، ونتيجة هذه الفاتحة
ونتيجة هذا الابتداء الانتهاء إلى الجنة، يكونون من أهل الجنة، يسجلون من أهل الجنة، يوفقون. ومن عمل شرا والعياذ بالله، كذب، استغاب، ظلم أحدا، أكل مال واحد، تطاول على أحد بغير حق، فعل حرام، ترك واجب، هذا يتعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم المتدلية أغصان الفحوش. بالليل هم من يصير هاي الشجرة تعود إلى نار، إلى جهنم والعياذ بالله، مع من تعلق به. الإنسان هذا يجعله فاتحة خير لا فاتحة شر والعياذ بالله. رواية مفصلة عدة صفحات، لا بس الليلة في مفاتيح الجنان ملخص مترجم قسم من هذه الرواية. في البحار موجود كل الرواية اللغة العربية، في الدعاء والزيارة كل الرواية نقلها بالعربية، وإن كانت ترجمة نفس ترجمة مفاتيح الجنان والمرزا حسين النوري جاية. لاحظوا هذه الليلة أو غدا كل الرواية الإنسان يلاحظها حتى تكون إن شاء الله فاتحة لتقوية الروح. كلما كانت روحكم قوية بعد هم أكو مجال حتى يكون قابل، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل أقوى قوته للإنسان إذا نصب، أوسع رزقه للإنسان إذا كبر. هذه الأيام مناسبة جيدة لتقوية تقوية الروح، مو رياضة شيطانية، رياضة رحمانية، رياضة قالها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أكون مرتاضين من أهل الدنيا يروضون أنفسهم بالدنيا، ولا من في أربع أيام، خمس أيام، سنة، عشر سنين، إيش قد ما يكون، 50 سنة، 100 سنة، تخلص الدنيا. أما الرياضة بالتقوى، الرياضة بالتقوى هذه ولعل من مفاتيح الرياضة بالتقوى هذه الأدعية المأثورة اللي هي حقيقة أعظم كنز عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأدعية المأثورة عن أهل البيت. كل جملة، كل فقرة، كل سطر من هذه الأدعية قوة للروح وقوة للنفس والنشاط في العبادة ونشاط في الطاعة وابتعاد عن الشيطان، ابتعاد عن النفس الأمارة بالسوء. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب هذا الشرف، وببركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نحن نستقبل ذكرى ميلاده الشريف، وببركة الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الدعاء، وببركة بقية أهل البيت أن يوفقنا جميعا لذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال الله.